هوايتنا الخيل. وقت ما خليت انا بالسبق ان نحن ادماننا السبق. ايه مراهن على الخيل كثير. يا ركب عبالك عليهم بلشنا بالسبق شعرنا اسود يا لطيف اربع خمس شواط صار كلنا بيض. انا فتت لعبت هلا بالاول شوط الهيبه حصان اسمه الهيبه الهيبه لانه حصان حلو وقوي ما عندنا خيل هالتسلية ما عندنا شيء ما عندنا 100,000 بدل ما ياخذوها حاض خال بركب عم تعملنا 300,000 هيدا سواق الخيل طلعوا الخيل يلا دلع والهيبة هيدا قالوا لي الدلع عندنا شخص بيفهم اكثر منا نهار الاحد 1:30 بتلفلنا بقلنا العبوا هون الحمد لله ما بنربح 60 سنه بلعب بالسبق ما بيهمني الا الربح والخساره ما بزعل عرفتي كيف ربحت اجى الحصان تبعي اسمه دلع بس بعد فيك مالي انا بلعب 3 روش تريانج مثلا هلا اجى واحد بعد بدي اثنين او واحد بربح يعني 3 روش بلعبهم ب 150 واذا اجوا ثلاثه بياخذ مليون هيدي الثنائيه اسمها هذا اللي بيجي اول وثاني بيربح هذه لعبه تراث والله بيجي هيك بس لضيع وقت ما في اي قصه صار لي 40 سنه بلعب بالصباح عربي الجمعة كيف في عندك هاي الحفلة بنهار شغل وأحد نجي نتسلى شوي ماك قاضين حياتنا هيك قاضين حياتنا بشوف البلاط هلا لاعبين حصان فرعون على الياس الزهرة تقع اسم فريج بحر أول وفرعون تاني بحر ويارا اسمع حلو يارا بركب يكون اولادنا بطل يبعثوا لنا مصاري من برا ثوري هذا مين؟ بحر بدي اياه انا لما قلت لك اجى رقم 4 وربح كمان رقم 4 بيجي هلا ليالينا كل العالم بدها تكون يسوع المسيح او النبي بدها يكون في شياطين لتكمل الدنيا نحن شياطين حبيبي ودع هون نحن خسرنا بعد عنا اخر شوت حبيب توني اذا كسب منصيب شوي مش مثل ما كنا مفكرين يعني بعنا الشقه الثانيه هلا بدنا نبيع الثالثه هالحفله ايه عطيه ذبحونا إلنا راحوا المصريين ابدا مثل الدخان قال له انت ادمنتي عليه صدق الجمعه الجاي بدي اشوفك كفايه